هذيك البروية راح طلعت شو هذه منها فوق؟ هذيك زر نخلة نخلة ما جاي نخلة هذه منها هذه منها نخلة ما جاي نخلة ما جاي نخلة ما جاي والو بصل هذا بصل طيب والو خلي يموت نهربوا عليه وخلاص وش انا كنت انا راك شوف جاي هو هذيك مدينه ثانيه يا كل جهه كامله تلي كل سيدي بنيت نغيره كله كله وليت نغير ها شوف الفروه ها شوف سيدي ها البلح احنا في بلديه سيدي خليل ولايه المغير رانا سنا درتنا البوفروه ياسر رانا عالجناها كان لي داوى اربع مرات خمسه راه وراي مشات سنا بقوه بعد ودريق بصفه عامه ورانا سنا التمر المليح رانا ما نستطيعين فيها سنا والفلاح هذا ما عنده حنا بنسوا ودريق عندنا غير تمر كوي اختينا تمر القسم تاعنا لربي ثم التمر وسنا راه درتنا ضره كبيره وسنا الغله هذه انا مش طامعين فيها خلاص عدوى يعني تتنقل من النخله الاخرى وتعديها كله وتصوف وتولي كل تمر يولي ما يصلحش لا الاكل لا حتى الزوايل ما ياكلوش وماذا بينا تعوضونا لان الجراد هذا الدوله راهي تعوضوا والبفروه راه ماهوش عوضوا فيها وحنا البفروه هذه تمرره منه كلش التريسيتي الماء كلش يخلص منه كي تعود مثلا تجي هكا حاجه ضاره هكا راه الفلاح راه خاسر 100% راه الناس الغابه هذه الناس راه النخل راح يتركوه يضرب ياكلوش هذا ياكلوها هذه مره هاي ودي ها ولا زوال ما ياكلوش هذا شوف ها البفروه زين ما تاكلهاش ها زين ما ياكلوش ياكلها هاي اخضر وري هاي هاكا العبد ياكلها هذه العبد ياكلها ما عادش ياكل هذه ها لا شوف البفروه شوف البفروه شوف اخسر اخسر هاك شوف بعينيك يا اخي شوف ها بفروه بيضاء بفروه مش بيضاء من بلاد خلاص مسوسه كحال من كحالت ها اخسر مكويه ها شوف تكون مكويه هاي ودي الزوال ما ياكلوهاش هذي هاي طيح واحد درك مدلع عام مدلعنا بالصيف وطيح وجالك الخير تهبط كل نحن كفلاحين نعاني من داء البوفروة. البوفروة هذه راهي آفة يعني كبيرة ياسر كل عام راهي تجينا البوفروة هذه. والدواء راهي يجينا متوخر حتى نخل كامل يفروي باش يجوا يداونا. معنا الدواء ما عندوش مفعول. ماذا بينا احنا الدواء البوفروة هذه دخلوا هنا في إطار لاسيرونس في إطار الكوارث الطبيعية على أساس جراد. مصنف كوارث طبيعية والتمور ماهيش مصنفة كوارث طبيعية لكن الاثنين عندهم حشرة ولهذا نحن نطالب وخاصة نطالب السيد رئيس الجمهورية أن يراعينا بعين الاعتبار في مجال التأمين بالبوفروة بالنسبة للجراد مصنف حشرة والبوفروة حتى هي حشرة ولذا ماذا بها راهي داخلة في الكوارث الطبيعية بالنسبة للجراد داخل في الكوارث الطبيعية والبوفروة مش داخلة في الكوارث الطبيعية هنا السؤال مطروح ماذا بينا تدمجونا في الكوارث الطبيعية نتاع بوفروة لأن الفلاح مسكين راهو يعاني معاناة شديدة ياسر على أساس أنه تمر اللي يجيه بوفروة راه يتباع ب 4000 3000 30 دينار ولا معناها الفلاح ما عادش يقدر يسدد حتى حاجيات ولا يخلص الماء ولا فاتورة الكهرباء ماذا بينا احنا تخزرونا بعين الاعتبار في البوفروة هذه حتى بوفروة يصيب التمرة يفمها بين كيما نقولوا احنا بالعامية القطميرة والتمرة يدخلها الهواء وتسوس ولما تدخلها الهواء وتسوس تطيح التمرة تسقط لما تسقط ما عادش تتكل سواء الزوايل ولا العباد ما عاد ياكلها حتى واحد وتنسج البيت نتاعها كامل سواء في النخلة ولا في التمرة تطلع من الارض وتجي طالعه من النخله وتنسج تتكاثر بكثره وخاصه في ايامات سخونين وين يكون شهيلي راهي تتكاثر بكثره تعدي بعضها هذه تعدي هذه وخاصه الدواء يجي متوخر ياسر
فوق القانون، ودي لحنا عليهم قلنا لمدة دواء ما عادش يجيبونا متوخر، لكن لا غالب كاين بعض من الفلاحين داو جابوا خدموا لي بومب على حسابهم وجابوا الدواء وداووا على كونطهم، لكن الدولة التدخل نتاعها راه متوخر. اقترحنا مؤخرا في واحد الاجتماع في المكتب الولائي على اساس انها حوالي 17 مليار تضخ لرش البوفروا، لكن تجي متوخره سما ما فيهاش فايده. اقترحنا كفلاحين كمجلس ولائي في الفلاحين قلنا هذه 17 مليار يقسموا على مستوى البلديات، يشروا لهم جرار، يشروا لهم بومب تاع رش الدواء، والفلاح يخلص المازوت ويرش الدواء. احنا والله المطلب نتاعنا ماذا بينا التدخل يكون في اقرب وقت، ماذا بينا يخزرنا بعين الاعتبار، والدواء هذا لازم يجي في وقته، وهذا هما الفلاحين واش راهم يطالبوا. بالنسبه لحمله مكافحه داء بوفروا دونك على مستوى ولايه المغير، قمنا بالاجراءات اللازمه للاعتمادات التي تم اعطاء صدغ منحها للولايه بالنسبه لهذه العمليه، وبدينا في العمليه هذه في الاجال المحدده والتقنيه. دونك كانت على اساس ثلث عمليات، العمليه اللي خصت انه تدخل المعهد الوطني لمكافحه النباتات لحمايه النباتات عفوا اللي محطه بسكره اللي دخلوا بالمعالجه، وتم معالجه 66 الف نخله. بالنسبه للعمليه الثانيه اللي خصت انه يكون توزيع المبيد على الفلاحين اللي يحوسوا هما يكملوا عمليه المعالجه، ومست 388 نخله. وبالنسبه هناك كذلك عمليه ثالثه اللي دخلوا فيها المؤسسات الخواص بعد الاستشاره اللي قمنا بها، ومست وتم معالجه 146 الف نخله. دونك بالمجموع تاع النخيل اللي تم معالجته في اطار داء بوفروا هي اكثر من 600 الف نخله. هذا دونك هذه العمليه دونك مشات كما قلت في ظروف حسنه وفي الوقت المحدد وفي الوقت بالاجال المحدده. دونك حنا بالنسبه لتخوف بعض الفلاحين بالنسبه لهذا الداء بوفروا، حنا التوصيه الاولى اللي نقولوا لهم انه التدخل تاع الدوله بالنسبه هذه الحملات يكون كدعم، لازمنا الفلاحين انه يقوموا بكل العمليات في الاول، المكافحة الأشجار الضارة، المعالجة الوقائية، المعالجة الأولى، العملية المعالجة الأولى بالنسبة للحقول تاعهم، وتجي الدعم الدولة بالنسبة للعملية الثانية اللي هي مكافحة في معالجة داء بوفروا. يبقى أنه لكان فلاح عند ما يكون جاره ما داواش صح يشكل إشكال، حنا صديق ما قصينا حتى واحد، سينا انه نقوموا بالعمليات هذه الثلاثه على اساس انه كل فلاح يستفاد من عمليه واحده، اما المعالجه من طرف الـ NPV ولا المؤسسات الخواص، ولا يستفاد من المبيد باش تكون العمليه شامله حسب الامكانيات اللي راهم والاعتماد التي تم توفيرها. اما بالنسبه للموسم نقولوا احنا نتفائلوا ان الموسم ان شاء الله يكون بخير، كنا نشوفوا الموسم الفارط النسبه تاع انتشار داء بوفروا كانت قليله والحمد لله. هذا الموسم من منطقة إلى منطقة ولا من حقل إلى حقل، هذا يعود كذلك للمجهودات اللي قم فيها الفلاح بالنسبة للعمليات والاهتمام تاعو بالحقل تاعو تاع النخيل. وحنا نتمناو أنه الفلاحين كلهم على مستوى ولاية المغير يقتديوا بالمزارع والحقول اللي راهي يتم على مستواها كل العمليات للمحافظة على هذا ثروة النخيل، ويقوموا بالعمليات اللازمة للمحافظة على ثروة النخيل ومحافظة على الإنتاج والحصول على مردود ونوعية متاع الإنتاج معتبرة تكون مؤهلة للتسويق اللازم.
بالنسبه للتامين كذلك، احنا اغلبيه الفلاحين مهما كان النشاط تاعهم يتخوفوا من التامين وما يروحوش ليه. احنا ماذا بينا انه الفلاحين يقوموا بالتامين تاع النشاط تاعهم والحقول تاعهم مهما كان النشاط الفلاحي، وهذا يخليهم يتفاداوا انه عندما يكون اي طارئ ولا امر متعلق بالمناخ ولا متعلق باي شيء اللي يضر الحقول تاعهم ولا النشاط تاعهم يكونوا راهم امنين باش يتم تعويضهم في بالنسبه للقوانين المعمول بها ولا صدق المجالات اللي راهي مفتوحه على مستوى لا سيما الصندوق الوطني للتامينات الفلاحيه لا سيغاما اللي راهي متواجده على مستوى ولايه المغرب.